ازيكم عاملين ايه؟ النهارده دي هدير تعمل تحدي، هي هتناكشني، اشوف هتعرف تناكشني ولا ايه؟ هتعرف ولا تعمل زيك في في فيديو بنتي برضك مكيجتنا، هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس وان شاء الله يعجبكم. استني يا روزاني، استني بس عشان هي تطلع مواهبها النهارده. جميل، انا مش هبص. انت كمان هتنكشي حلو. طبعا هي كده خلصت الحواجب، شايفين حلو صح؟ اه جميلة جدا. ده شو كده؟ ركود خايف بس ان الليتس عادي براحتك. انا بقعد اطبطب بالهم. شفت زمان لما كانوا بيحطوا لي فوق؟ بقول لك لازم اي شيء ما بحبش الاخر. لا صدقني انا لو وريت كسور الفرح بتاعي نفس اللون ده بالظبط، كانت مخرجاني. مش قادره اقول لك شكلي كان. اه كملي ميك اب كده. لا لا تحفه والله، لون حلو بس لون جميل. ان شاء الله عامله كده والله لون جميل. بس وانت رايحه فين؟ انت رايحه عند حبايبي. هندخل اليوم مع بعض هيبقى تحفة. كيسو ده يخرب لك اللي انت حاطاه كله. مش كده شكلها جميل؟ لا انت بتهزر. جميل جدا. دي اكنها حتة وحماية. عايزة تخفف دلوقتي؟ تتخفف. كل ده بيتخفف. كده ليط ليط. كل ما طلعتي يجيلك عرسان اكتر. بالظبط. شو مش هي كانت عاملة لك كده فرحة؟ اه. طيب عشان تطلعي عروسة ايه؟ بس زي ده مية شوية من هنا بس شوية. بس حاجات يعني مسحب عليها هي حلوة والله، بس هي هي ظبطت من الفندق. بعدين كده بقى طيب خليكي مغمضة، انا بحب الناس تبقى مغمضة كده زي ما انتي بتقوليلي. انا مغمضة اوي مش شايفة حاجة. حلو عليك والله تتصدمي. مش عارفة انتوا كده هو بيصغر. اه والله بيصغر. شايفة معاكي كبري. انتي نفختيني من اخي. انتي نفختها لي من صغرتي. مش عارف والله هو بينفخ شعر. بقى شوف تاني جاي فوق فوق. دي باينة اوي كمان العين التانية. اه ايوه دي كده. غمضي بقى وريك. جميلة تحفة قدراتي فوق ما تتخيلوا. وان شاء الله اشوفك في تحديات تانية كتير كتير كتير، وعايزاكم برضه تقولوا لي ايه التحديات اللي احنا ممكن نعملها. الميك اب ورايكم في الميك اب الكبار ده. هي عايزه رايكم في الميك اب، طبعا انتوا شفتوه عن قرب، فطبعا هي عايزه رايكم عشان تنفع يعني ولا ما تنفعش. وبرضك لو عايزين برضك فيديوهات تاليه انا وهدير اكتبوا لي تحت برضك في الكومنتات، ولو عايزين اي اسئله تسالها لنا اكتبوا لي برضك تحت وهرد عليكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.